للأسف الشديد سجلت في 24 ساعة الأخيرة 26 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1078 حالة وفاة، وبالتالي فإن معدل الفتك ما زال مستقرا منذ بضع أيام في 1.8%، علما بأن المعدل العالمي يساوي 3.4%. الحالات حالة الوفيات 26 سجلت بكل من الدار البيضاء الكبرى 8 حالات وفاة، مراكش 5 حالات وفاة، فاس 4 حالات وفيات، الراشدية والحاجب حالتي وفاة في كل إقليم، وحالة وفاة بكل من سطات، سيدي سليمان، إنزقان أي تملول، مكناس وإفران. بالنسبة لحالات التعافي، سجلنا ولله الحمد في 24 ساعة الأخيرة 1569 حالة تعافي تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى حدود هذا الوقت في المغرب من فيروس سارس كوف 2 إلى 44.618، أي بنسبة تعافي تساوي 74.3%، علما أن المعدل العالمي يساوي 69.5%.